صباح الرياضة والنشاط والحيوية. كتير مننا بيشتكي من تمرينات أسفل الظهر، بيحس بألم في أسفل الظهر، وده بيكون بسبب حاجات بنعملها في حياتنا اليومية هي اللي بتسبب الألام دي. مثلا بنقف لفترة طويلة جدا على رجلينا، كمان الوضعيات الجلوس اللي بالطريقة الغلط، اللي أنا بكونش فارد ظهري سواء أنا قاعد بستخدم أي أجهزة إلكترونية، كل دي عوامل بتسبب ألام في أسفل الظهر. كمان من ضمن الأسباب دي ضعف عضلات البطن اللي لها دور مهم جدا في تقوية عضلات الظهر، وكمان قلة ممارستنا للرياضة، التمرينات الرياضية بشكل عموما دي بالنسبة لها بتكون حاجة مهمة جدا، اللي هي بتحمي العمود الفقري بتاعك كله وبتقلل من الألام اللي احنا بنحس بيها في أسفل الظهر. تعالوا بينا النهاردة نعرف ازاي نعمل مجموعة تمارين واحنا في البيت تقدر تقللنا وتخفف من الألام اللي احنا بنحس بيها. أول تمرين هنعمله على الماتس تمرين الكات كامل، نفس البوزيشن كده، ببدأ أطلع بظهري فوق وأنا باخد نفسي وأنزل تاني، هنعمل 10 عدات نفس الوضعية دي، باخد نفس وأنا بطلع لفوق وأنزل أفضي النفس بالراحة، 2 3 4. أحاول أعمل التمرين ده 10 عدات. هناخد تمرين تاني، تمرين اللي هو البير دوج، برضو نفس البوزيشن اللي احنا كنا فيه، بس أحاول أطلع بإيدين عكس رجلين، أطلع بإيدي الشمال عكس رجلي، أفرد وأنزل تاني، 1 2 3. أحاول تفرد جسمك، 4 5 6 7، والنفس شغال عادي ما بكتمش النفس، 8 9 10. بخلص برضو 10 عدات على الجنب التاني، هاخد تمرين وانا على ظهري بقى، knee to chest، بضم ركبتي على صدري واعمل هولد لمدة 30 ثانية، ورجلية التانية على الارض، اتاكد ان ظهري يكون مفروض كله على الارض، واثبت في نفس البوزيشن ده لمده 30 ثانيه. برضو هكررها مره على الرجل اليمين ومره على الرجل الشمال. هدخل على تمرين تاني، تمرين السوبر مان، بس هعمله بوضعيه الهولد، هنزل على بطني، افرد دراعي قدام، احاول اطلع بايديا ورجلي الاثنين مع بعض، واعمل هولد وانزل تاني. نحاول نعمل 10 عدات، 3 4 5 6 7، ونكمل التمرين ده برضو 10 عدات. هندخل تمرين أخير وده الاسترتش للباك اسمه تشايلد بوز، وأنا بقعد كده أحاول أفرد دراعي وانزل في نفس البوزيشن ده، واتاكد ان ظهري كله يكون مفرود، واحاول اثبت بقى في نفس الوضعيه دي لمده دقيقه كامله، احس بشد في كل عضلات الظهر عندي. التمرين اللي احنا عملناه لكم النهارده الهدف منها اللي هي بتقلل لك وبتخفف الالام اللي انت بتحس بيها اسفل الظهر، والنصيحه اللي احنا حابين نقدمها لكم في نهايه الحلقه النهارده عشان تتجنب الالام اللي بتحصل لك في الظهر، حاول ان انت تمارس الرياضه، ممارستك للرياضه او التمرين الرياضيه هيقوي لك العضلات المحيطه بالعمود الفقري، كمان قوي عضلات البطن بتاعتك، بتشيل حمل كتير جدا من على الظهر بتاعك. نحاول على قد ما نقدر نعمل التمرين اللي احنا عملناه النهارده، النصائح اللي احنا بنقدمها لكم، ونشوفكم في حلقه تانيه جديده.